طبعا معنا يا جماعه الخير شونغ بونغ وفيربولينغ وراكانينغ. ممتاز ممتاز فكره المقطع يا جماعه. الله ياخذ غطاي ركان الحمار بالسنايبر حقه ركان. طبعا يا جماعه الخير فكره المقطع مره بسيطه وكلكم عارفينها، ثلاثه يتخبون واحد يدورهم. طبعا انا كم كنسل فكرة هذه مرة خايفة مرة مي حلوة. طبعا يا جماعة الخير ممكن أعطيكم كف واحد واحد ورب الكعبة قربوا. طبعا يا جماعة الخير المقطع هذا برعاية لايكارد، الله يعطيهم العافية ما قصروا. لايكارد يا جماعة الخير هو أهم تطبيق لبيع بطايق الشحن وتوفيره في جميع أنواع البطايق. مو بس كذا يا جماعة الخير، كل طلب تطلبه تجيك هدية منهم، والله العظيم ما قصروا مرة. تبي آيتونز، جوجل بلاي، بلاي ستيشن، إكس بوكس، ببجي، فري فاير، مو بس كذا، ويوفروا لكم بطايق اتصالات وبيانات واشتراكات مثل شاهد وغيره. وعندهم قسم جديد اللي هو تشالنج اكس، اللي هو مكان التحدي وتجمع الجيمرز، كل الجيمرز يتجمعون هناك، وفي عليه مسابقات وجوائز على مدار الساعه، يعني 24 الساعه 3 الفجر تدخل تلقى تحديات وناس وجداول. وبرضه تتواصل مع اللعيبه اللي موجودين بالقسم، اي لاعب يعني موجود هناك تقدر تتواصل معه. والشيء الاسطوري يا جماعه الخير بالقسم هذا، اذا اعطوك تحدي لازم تكون سريع، تتحرك بسرعه، تسوي اشياء سريعه مره. واذا اعطوك التحدي هذا وفزت فيه على طول يعطونك جائزه على طول. مثال قالوا لك اول واحد ينزل الباص ويصور لنا هو الفايز، تنزل انت والواحد توصل الارض تصور لهم على طول جائزه، مدلعينكم مره. طبعا تصور الصوره انك نزلت ترفعها بالتطبيق والجائزه باذن الله بتوصل لك، ويا رب ان واحد من متابعين يكون فايز. ان شاء الله انكم سريعين انتم مثلي، مو مثلي يعني شوي. عروضهم برمضان يا جماعه الخير مره كثيره ورهيبه، عندهم خصومات وكودات مجانيه على السوشيال ميديا تتابع فيها اللي تبي. وبرضه مضبطين بكود خصم يا جماعه الخير اللي هو RA2، هذا خصم بيضبطكم باذن الله. ولا تنسوا تعملوا التطبيق، روابط تحت، خليكم على المقطع. اي واحد بينقبض بتحصلون فوق ستور سعودي امريكي اماراتي، انتو حظك عاد. جاهزين يا عيال؟ اي جاهزين. يلا انا ابدا اول واحد مني، انا خير الامور وسط مار. احمد طالع ورا. اذا انا غشيت بدفع المتابعين $500. تم والله تم. الرؤية. يلا انا تغيبت بس اصبروا. الفوز من 5 يا عيال، اللي يوصل 5 نقاط هو الفايز. طبعا الجائزة ان شاء الله بعد التصوير ان شاء الله اعطيكم الجائزة. لا لحظة لا والله ثواني. ابغى حاجة انا. ابغى اللي يفوز يختار واحد يغرد له. حلوة ذي. اي حلوة. يعني ابغاك تنزل تغريدة كذا تقول فيها كذا كذا كذا. نفس حقتي يوم احطك في الارض. تم تخسي وتعقب، ما تحطني في الارض يا كلب. تعقب. احمد ما اتوقع. والله ما اتوقع انه بيقفطنا احس. انا ما اتوقع يجيبني. انا ما طيب يلا خلصتوا؟ اخر مره يوم صورت معه مقطع ما جابني. خلصت. يلا خلصت. بسم الله والصلاه والسلام، معاكم الشامبيون شيب شبيره في اسمه حقت بطل الابطال. لا شامبيون بس ما تقول شامبيون شيب، شامبيون شيب يعني بطوله. الشامبيون حق لعبه السمبوسه اللي ما عمره ما غش فيها، فاول غشه كانت تقول لي هنا في واحد. بسم الله. الله اكبر. يلا يلا بعطيهم، خلنا نعطيهم كود. يلا هذا كود سهلون. بسم الله. الثاني هناك، عطنا الثاني للستور الثانيه. ما عندك ار بي جي؟ هذا اخر ار بي جي. اوكي 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 اوكي. طيب ار بي جي هنا واحده حق الضحك، حق الضحك هذه وتشيل لي ركان. لا 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 ليش قلت لا 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 لا؟ احا وينكم يا اجرك؟ طيب دامك بتجرني رايد انقل على التلعب. لا رايد لا يا اخي، يا اخي لا رايد لا تغش رايد. ما علمت مصدقين انتم؟ اعلمكم كلكم الا احمد. انا مت. لا 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 هذه ميكا بتطالعك. يلا ها ميكا بتطالعك تحاول تصيدني. يلا ها صيدني صيدني صيدني. شفتين الغبي؟ شفت الغبي؟ وينكم؟ يا احمد طلعت نقطة بس. اطلع اطلع. لا تشوف وينكم؟ اما ركان يا ابن المحظوظ وجنبك. وين فيرفول؟ اما فيرفول بالزاوية. يلا 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 هيا عيال ركزوا معي مقطعي صح بجيبكم. اما كله تبنون رايد اطلع رايد روح والله ما طالع وما انت بجايبنا يا رايد ها؟ صدقني بجيبكم احمد. اسالوني ليش بجيبكم؟ عشان تعطون الشباب الطيبين كود تعطونهم ستورات. صح. اي نعم. طيب اسمع لو جبتنا الان $30 والله العظيم يعني اضربها في ثلاثه يعني تعطيهم ثلاثه كواد. ايوه تم فهمت علي؟ تم.
تم يعني اولو والله حلوه ذي رايد. بس اصبر اصبر ابغى زبنه انا ابغى زبنه. طب الحين ايش تبي؟ انا اشوف انكم طولتوا يا احمد يلا تخبى. اصبر اصبر لحظة أبغاك تجيبني أنا بس إن جبتني أنا 30 دولار يا والله يا رجل إن جبتني أنا 30 دولار عندي بعد عندي إس كبير بدفع كثير كذا 60 دولار رايد رايد أيوة هنا رايد هنا 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 عندك 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 قنبلة هنا بسم الله يا سلام هذه بتطلعني حلو. طيب يلا فيرفول الآن 30 دولار ثانية يلا 30 دولار ثانية رايد 30 دولار ثانية على واحد أيوة على فيرفول عندك عندك خلاص تحتك تحتك أنا ما بتحت تحتك على طول تحتك كاسة عندك يا شيخ حرام والله حرام قاعد اساعدك مره بعد ترى خلاص فوري خلاص فوري باقي لك 4G1 و3 سنايبر لا لا 4G2 ايه اطلق 4G ثانيه ايوه تحتك بالضبط صدقني لا 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 فايمين تكفى يا راي يا ولد يا عيال انتم وين طيبين رايد رايد خلي لا وقتها قال لي 3 سنايبر صح؟ ايه 3 سنايبر ايه بالغلط يا عيال بالغلط لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا قسما بالله ما لي دخل ما لي دخل يا راجل كان نكدري اقسم بالله راجل انك حمار رايد انت بتدفع صح ايه طيب هذه 100 دولار هذه 100 ثانيه هذه 100 ثالثه وش ادفع لا عشان ميزانية مفهوم ها هذه 10 20 30 كويس يلا حسبن والله اني ما اغشر تحسبوني احمد لا والله لعبك نظيف في الصدق انت ايه والله صادق صح صادق صادق يا رب انا جاهز انا جاهز يلا جاهزين انا جاهز يب يلا 3 2-1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم وش ده؟ هذا لا فيفو بتطلعني لا آه جنبي فيفو اللي يخرب بيت القهر هذا ركان ركان أو برا وحط الكود قبل ما تطلع ها أما هذا الكود شباب أيوه استهلون قفطني يا عيال قفطني هذا اللي بي والله العظيم لو إنك تلعب برا قسما بالله لا فيفو إيش دعوة وين؟ والله طيب وإذا طلعت ماني برا إذا طلعت ماني برا طيب يلا ها لا 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 بلعب عادي باقي لي طلقة باقي لي بحط واحد هناك يا رب لا واحد تكفر. هناك لا الله يا ويلي لا تقدر تقول علي تقدر علي يا عمي أحمد خبز يدي إذا ما لا أفهم طيب يلا إذا ما إحنا برا هذا 2 باقي أنا صح أحمد إيه أنا بالنص قربت لك كذاب صدقني لا باقي لي واحدة لا باقي لي 2 سنايبر والله العظيم يا احمد لو انك عتبني فوق يا اخي ابي فوق ايش العب يلا 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 لا احمد واثق فيك احمد والله لو انك فوق يا احمد يا اخي اخلص يا اخي اطلق طلقتين يا اخي على الخاطر على الخاطر على الخاطر هذه دقيقه بس هذه على الخاطر تكفى يلا طرحني يلا طرحني ماني فوق صح حسب هذه اللي حاله هنا يمين والله يا عيال اني احس انه ما مو في الذي اعرف احمد انا يقطعوا مضيقة وين داخل الباب هنا صح شوف وينك أي باب مفتوح أي باب لا تبي تهبد بس وينك أحمد اطلع طيب طيب هنا الكلب تحت الباب أنا لا فوق شوفني فوق شوفني ها طيب لا تشوف ركان تاب العيون وقاعد اطالع في السقف ما اشوف والله خلاص تراك حلفت بالله ها بس لو صرت تحتي يا عيال سابلون شلون تحتنا شلون تحتك ورب البيت النسبه احنا قاعدين ندورك اي الحين زبنتنا انا بعد طولتوا يلا انا وايد زبنا احمد ما اعرف عنه يلا انا في حياتي ما قد غشيت فيرفل اقدر اسوي ايدك معك شوف انا وياك هذه علي لا اي يما شطفني الكلب ركان والله يا ركان انا مستواك سيء في كل الالعاب والله طيب اوكي اطلق السبك اطلق جو قلبك ايوه يا اخي جو قلبك لا شفت ايش طفتني يما طيب يلا خلصت الار بي جي الظاهر صح؟ ايه يب باقي قنبلتين بس باقي لا قنبلتين وثلاث سنايبر يا رب يا ربي يا رب يا كنت في يسار شوي عيال يا عم القهر يا شيخ يلا سنايبر
يما يا الله يا الله يا ربي كفتني يا الله خوفني خوفني الله ياخذك رايح لا تتحرك واجد ما يسمع مستحيل يسمع ترى والله ما سمع ما يسمع والله ما يسمع يقطع ام الضيقه طيب عشان 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 الغش هذا من يعتبر فايز اكيد انا رايد لان رايد طلع ثلاثه هذا ستوب هذا ستوب هذا ستوب هذه 10 وخذ من عندي يلا عطني هذا ستوب وهذا ستوب وهذا ستوب وهذا ستوب السلام عليكم هذه 100 دولار خذ من عندي بيض الله وجهك وخذ من عندي هذه والله تستاهلون والله انكم تستاهلون وخذ من عندي هذه ولا شيء صبر صبر وخذ من عندي هذه والله انت اخذها هذه يعطيكم العافيه لا تنسوا اللايك والاشتراك وحسابات الشباب تحت r a 2 s 6 b f r l r r k مع السلامه